مشاهدينا نحييكم من جديد. كما نوهنا قبل الفاصل، مناقشة الحلقة تتعلق بقضية منع بث جلسات مجلس النواب. هل ده يتناقض مع حالة المصارحة والشفافية؟ يجب على الرأي العام أن يتابع كل ما يحدث في مجلس النواب. ما الذي دفع إلى اتخاذ هذه الخطوات؟ هل مشهد الجلسة الافتتاحية بما أحاطه من مشاهد كوميدية ساخرة اضحك مع مجلس النواب هو الذي دفع إلى ذلك؟ هنشرككم معنا في هذه القضية وحنتلقى اتصالاتكم وتعليقاتكم. طيب، في القضايا المتنوعة، أطفال، احنا كنا ركزنا على قضية دور الأيتام وفتحنا هذا الملف ونوهنا عن انه سنقود حملة من اجل اصلاح الاوضاع والاحوال في دور الايتام على اعتبار انها تتم باسم الفضيلة، لكن للأسف الشديد فيها من الشياطين ما يكفي لتحويل هذا العمل النبيل الى عمل يتسم بالمصالح الخاصة وبالكسب الخاص وبالاتجار بالأيتام. طيب تعالوا نشوف هنا الواقع اللي هتشوفوها في استغلال للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. جاي أقول لك على اللي بيحصل كله بتفصيل. دلوقتي حضرتك بيخلونا نشيل طوب وكده، بيقبلوا لنا، أنا المفروض أنا شغال في الدار، بيدوني 300 جنيه محمل العيال، بيخلونا اشيل طوب. انا كل حاجه كنت شغال في الملعب ده بيخلونا اشيل طوب، الكابتن بس بيديني 5 جنيه. كان بيبقى فيه مثلا عربيات مكه طعام بتيجي، كل حاجه، انا واحد جه موظف جه دلوقتي قال لك انا عايز اشيل العربيه دي، كل حاجه هياخد له 150 جنيه ولا 300 جنيه. احنا شيلنا كتفنا وحطينا في العربيات، بيدينا كل واحد 20 جنيه 30 جنيه كده ماشي. شتايم، واحد اسمه ماهر برضو جاي من معايا من الجمعية، كان نايم ماشي، مؤاخذة المدير شاله وداله بالشلوت. انا معايا دفتر، مفروض بيبقى فيه دفتر 19,000 ماشي. دلوقتي لحد دلوقتي عندي 21 سنة، انا مفروض هستلم الدفتر وليها شقة، انا مش عارف اعمل ايه. المدير ياخد له شنط في الاخ يروحها بيته، ياخد له بتاع رز بيض حاجات يعني اللي هو في البيت. خلوني اسلك البلاعة بتاعت المجاري. يعني واحد في ابن من الابناء اسمه فتحي، ده ابن من ابناء الايتام، جالنا من دار الرواد، ده قال لي استاذ احمد لو الحال فضل كده انا ههرب، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي هو دفتر توفير ما يعرفش عنه حاجه. في الجمعيه في تبرعات بتيجي، بس طبعا في حاجات يعني بتخش رسمي وفي حاجات ما بتخشش رسمي. الفتره اللي احنا موجودين فيها دي بنتفاجئ بعد كده ان في ناس جت اتبرعت وما اتعملش بيها اثار رسمي. تعبنا جدا من كتر ما اشتكينا ومن كتر ما رحنا الوزاره كتير وما فيش اي حاجه بتحصل، يعني ينزل تفتيشات، ينزل حاجات علينا، الولاد بتعاني. تسليك بلعات بيسلكه، شغل طوب بيشيله، شغل فواعليه بيعمله. هل في سيء لاسوأ المؤشر في النازل خالص. دار ايتام تانية، احنا طبعا تجولنا معاكم في اكثر من دار للايتام، للاسف الشديد بيوصلوا الاطفال والشباب الى حد اما التعاطي او بيع المخدرات. وأما اليتيمة فلا تقهر. جمعية أو دار تحولت إلى سبوبة من أشخاص معدوم الضمير، منهم من تاجر بدمائهم، ومنهم من أجبرهم على التسول، ومنهم من حولهم إلى أحد أفراد في تجارة المخدرات. احنا كنا عايشين في الهرم الأول، ولما وصلنا لعشر سنين احنا كانوا بيستفادوا مننا، كان نظام حصالات بتقف في الشارع تلم فلوس وتلم تبرعات. كنا بنتنقى على الفرازة من الشؤون الاجتماعية، يعني كنا اول ما ابتدينا الدار دي كنا حوالي 25 ولد وبنت جيهم من الشؤون الاجتماعيه.
واقول لحضرتك كان بيدفع علينا فلوس عشان ينقوا عيال تجيب تبرعات، عيال نظيفه تجيب تبرعات. التبرعات كانت بتروح تبعهم هم، ما حدش كان يعرف التبرعات بتروح فين. لغايه دلوقتي حتى فلوس المدرسه اللي قدامك دي ما حدش بيعرف يروح فين، التبرعات كلها اللي بتيجي احنا مش مستفيدين. وصلنا ل 18 سنه احنا كنا المكان ده كان معتقل، بنتجلد فيه بجلد الاسفل، بيضربونا ولا كانك زمن ابو لهب. كل طوبه في البيت اللي انت شايفاه من واحنا عندنا 9 سنين احنا اللي بنينها، عشان كده هيفضل بيتنا مهما حد جه علينا مش هنخرج منه. احنا انا بسميها كده احنا دوله جوه دوله. دوله الايتام دي حاجه غير الدوله اللي غير العالم الخارجي اللي بره، احنا حاجه وهم حاجه. كان في بيع مخدرات هنا عشان ناكل ونشرب مش اكتر من كده، وما كانش موجود بالكميات اللي ممكن توصل لك. ده كبيره ممكن تبقى مثلا فرشه يوميا بالكتير، وبعدين الموضوع بقى له 4 شهور منتهي، وبعدين منتهي مش عليه، مش عشان علينا اضرار ولا حد جه مثلا قال لك لا ده غلط والكلام من ده، عشان احنا لقينا نفسنا بندمر نفسنا صحيا قبل اي حاجه، فجت من نفسنا ان احنا نوقف الموضوع. بيعنا مخدرات بس ما حد سال نفسه احنا ليه عملنا كده. احنا وصلنا لكده لان مش لاقيين حقنا الاداره سرقاها. كل ما بنيجي نطالب بحقنا مفيش، احنا كده لازم غصب عننا نطلع مجرمين. انا عندي 18 سنه يعني شاب لسه في سن المراهقه، هطلع اعمل ايه في حياتي؟ شايف ان دوت معاه فلوس وده ابوه مساعده وده ابوه مسانده وده جايب عربيه مشروع وده جايب توك توك مش عارف ايه، احنا مش في جيبنا شيلن. مفيش حد بيسال اصلا علينا احنا بنجيب الحاجه دي منين؟ يعني احنا دبن الشارع على حسابنا وكل حاجه دي بنجيبها على حسابنا، مش عارفين نعمل ايه. يعني بقى لنا هنا 20 سنه اهو تعبنا، يعني حرام يعني ده ما رضيش ربنا. احنا وطن من 18 سنه بس انا معيش في جيبي جنيه يا استاذه غدا والي، يعني انا عامل ايه؟ انا كشاب اتدمر مستقبلي واتدمر حياتي، كان مقفول عليا في جمعيه محبوس في زنزانه، لا بخرج ولا باكل ولا بشرب غير باذن. دلوقتي يعني انا معيش ولا دفتر توفير ولا اكل ولا لبس ولا اي حاجه، انا كل حاجه مقضاش حياتها. انت دلوقتي عندك سن 18 سنه يطرد بره الجمعيه، هروح فين؟ جاوب علينا. يعني احنا عندنا 18 سنه، هطلع اعتمد على نفسي في ايه؟ انا بقول للناس لكل اللي عايز يسمع او مسؤولين، كل الادارات الايتام تجاره، ولو عايزين رقابه على الموضوع ده انتم محتاجين رقابه على الشؤون الاجتماعيه نفسها، لان كل ده مش هيحصل الا بموافقه الشؤون الاجتماعيه. لو هي دي الكفاله اللي ربنا والرسول قال عليها كنت سيبونا في الشارع احسن، على الاقل كنا هنعيش، كنا نعرف دنيتنا ماشيه ازاي، ما كناش هنفضل كده مش عارفين الدنيا فيها ايه. في الواقعة الأولى وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي أبلغتنا بأنه تم التحقيق مع المسؤولين عن الجمعية اللي هي التنمية الفكرية ده اسمها، والوقائع التانية كلها هنبقى نتناولها مع وزيرة التضامن الاجتماعي. هنحاول ان احنا هدفنا يا جماعة كيفية إصلاح دور الأيتام، لأنه للأسف نشاطها بيتم زي ما قلت لكم باسم فعل الخير وباسم الفضيلة، لكن للأسف بعض الذين ينشطون في هذا المجال يستخدمون هذه المسميات لتحقيق المكاسب الخاصة. فإن شاء الله هنشوف كيف يمكن أن نتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي على تسليط الضوء على ما يحدث بداخل دور الأيتام، وأيضا محاولة إصلاح ذلك. الحادث الإرهابي اللي حصل في تركيا في منطقة السلطان أحمد هو أهميته وخطورته إنه ده أول حادث في منطقة سياحية، وبالتالي كل المخاوف في تركيا إنه ده كمان يصيب السياحة في تركيا. ده بمثابة طبعا إحنا لا يمكن أبدا أن نسلك مسلك الشماتة، أو إنه لأن في النهاية اللي بيتأذى هو الشعب التركي، ولا يمكن لأي إنسان أنه يتضامن مع عملية إرهابية أو يتعاطف حتى معها أو يجد لها أي شماعات يعني. لكن اللي هنا لازم تركيا وأردوغان تحديدا يستفيد من فكرة أنه لا توجد دولة بمنأى عن الإرهاب، وأنه ما يستخدمه ضد مصر أحيانا لخدمة الإرهاب هيشوف ما الذي يمكن أن يفعله هو في تركيا. ده حادث في منطقة سياحية وتعرض عدد كبير من السياح، تم طبعا في القتلى 10 حتى الآن، وفي عدد كبير من المصابين،
وهذا الحادث تهتز له تركيا على اعتبار ان السياحة في تركيا من اهم مقومات اقتصادها ومن اهم عوامل اقتصادها، عشان كده بيهتموا بتأثيرات وتداعيات هذا الحادث. الرسالة التي يمكن ان تصل اليه يعني لا تتعاطف مع اي جماعات ارهابية. طب هل ستصل اليه هذه الرسالة؟ لن تصل. ليه؟ لان اردوغان نفسه هو جزء من التنظيم الدولي للاخوان، وبالتالي على كل من يحتضن الارهاب اوعى تعتقد انك يمكن ان تنجو من هذا الارهاب. الشعب التركي يدفع ثمن سياسات متعاطفة مع الارهاب وبتلعب على احتوائه واستخدامه كما يفعل اردوغان الان. تعالوا نشوف الخبر المتعلق بتبرئة الفنانة نهى العمروسي من تهمة التعاطي المخدرات، وهي كانت معانا في حلقة سابقة. تعالوا نشاهد ملخصا لها. انت هنا موجودة في جاليري المضبوطات، سواء بقى انت بتتعاطي او لا تتعاطي، لكن المكان نفسه كان بيتم فيه التعاطي، وفي مضبوطات كثيرة تتعلق بالحشيش والمخدرات اللي تم ضبطها. انا ما شفتش. انت ما شفتيش ده وانت موجودة؟ لا خالص خالص، ما حصلش، ما شفتش حد بيتعاطى. وانا بروح الجاليري ده من وقت للتاني لاني انا متيمه بالمشغولات الفضيه القديمه والحاجات اللي هي من روح البيئه. كل ده كويس، لكن انا كمان يعني مش ممكن اقول انه يعني الشرطه هتلفق، لا هتحط هذه يعني في احراز متعلقه بحشيش و انبوبه بلاستيك شفافه اللون بداخلها زيت الحشيش المخدر، 30 جرام بانجو بحيازه صاحب المحل، 5 جرام حشيش، أنبوبة بلاستيك بها أثار استنشاق مادة الكوكايين، دي ملعقة فضية اللون بداخلها أثار تعاطي مادة الكوكايين. ده موجود في المكان؟ أنا ما شفتش، يعني أنا اللي أنا شفته أن المباحث كان بتدور في كل حتة وكانوا هيجننوا أنهم مش لاقيين حاجة. ده اللي أنا شفته بعناية. البعض بيقول لا، أصله التغير في الملامح الشكلية والصوتية عند نهى العمروسي يؤكد انها بتتعاطى الحشيش والمخدرات. الصورة الذهنية يعني هكذا يتبادر في اذهان البعض. تمام. بسبب التغير في الملامح الشكلية والصوتية. طيب انا مضطر اقول السبب، انا ما بحبش اقول السبب من زمان، انا بعيد فعلا عن التمثيل، وانا مش عايز اقول السبب الحقيقي لان انا ما بحبش الاستضعاف. انا مصابة من سنين بمرض اسمه الغدة الدرقية، ده نفس مرض أم كلثوم اللي بناء عليه بقت تلبس نظارة سودة، لأن من ضمن الحاجات اللي بيعملها المرض ده إنه بيكون دهون ورا العين بتزق العين لبرة فبتجحظ العين بتخليها جحظة. عشان كده السيدة أم كلثوم كانت بتلبس نظارة سودة. بس أنا ممثلة وشغلي بعناية، ما ينفعش أداري عناية. قبل ما تكملي بس أنا آسف إذا كان السؤال ليس إنسانيا، لكن يعني أنا بقولك أكيد أنت استمعتي إلى هذا الكلام. النيابة وجهت لك تهمة التعاطي فقط ولا وجهت لك اتهامات تانية؟ تعاطي فقط، لأن محضر المباحث بيقول إن أنا ما كانش معايا أي حاجة. نتيجة التحليل الطبي يعني هو ده اللي كان يهمك، كان الفيصل دائما هو نتيجة التحليل الطبي. هو نتيجة التحليل الطبي جاءت لصالحك انك بالزبط. لا تتعاطين اي مواد مخدرة. بالزبط. بعض الناس ممكن بيتعاملوا مع قضايا من هذا النوع انه يعني ربما الاجراءات انقذتك يعني، او جايز تكون الصدفة انقذتك، وانه لا نهى العمروسي تتعاطى وانها تذهب الى هذا المكان في هذا التوقيت للتعاطي، والا لماذا هذه المواد المخدرة ولماذا جاءت في هذا التوقيت بالذات؟ صدفة ايه؟ في طب شرعي. انك كنت لسه داخل المكان بقالك 5 دقايق مثلا. بس هي ما انقذتنيش، الصدفة اللي سقتني ان انا تبقى قضية نهى العمروسي، لكن ما فيش صدفة انقذتني. انا في تحليل بول ودم من الطب الشرعي بيتعمل، سمعت انه بيتعمل 3 مرات عشان يتأكدوا، وبول نضيف ودم نضيف. كل الاحوال بنثق في القضاء المصري، ولكن طبعا. في كل الاحوال ايضا الفنان
سواء كان كبيرا أو حتى صغيرا يمشي على حبل مشدود، يعني دائما إذا جاءت قضية فيها حتى اسم أي فنان بتتضخم، هكذا طبيعة الأحوال، أو أي شخصية عامة. تتفهمين ذلك أنه الشخصية العامة ماشية على حبل مشدود؟ أنا دخلت جالورية على فكرة اشتري حاجة، ما حطيتش نفسي. وهم دخلوا الصدفة اللي هم دخلوا لضبط مكان كمان معد لتعاطي المخدرات، وثبت ان البعض بيتعاطى بالفعل وفقا للتحاليل وفي مضبوطات. تمام، هم قاموا بشغلهم وانا برضو كنت رايح اشتري حاجه. دي وجهه نظر. انا يهمني طبعا حكم القاضي، وان شاء الله يا رب اتبرا، واللي يهمني ان ربنا شايفني وعارف انا مدانه ولا مش مدانه، ومظلومه ولا مش مظلومه، وبنتي عارفه ان انا مظلومه، وانا شكلي قدام نفسي لما ببص في المرايه عارفه انا بني ادمه حقيقيه ولا مش حقيقيه. ده اللي يهمني في الاخر. لو حد بيشوهني ده دي مشكلته، هو اللي هيشيل ده على دماغه على فكره مش انا. طبعا، ويعني في كل الاحوال انه هذه الاشياء ترتد الى اصحابها. بالزبط. يعني من ظلم سيظلم، لكن خلينا نثق في القضاء المصري. طبعا اهم حاجه استفدتيها من هذه القضيه، سيبك من الانتقادات يعني لما حدث، انما اللي ممكن تقولي انا بعد هذه القضيه مش هعمل كذا او استفدت كذا. استفدت قربي من ربنا اكتر، وان انا راضيه. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى امر ان انا اتظلم وان انا اتحط في الموقف ده وكتب عليا كده، وانا راضيه بقضائه. أسأل الفنانة نهى العمروسي معانا على الهاتف. أستاذة نهى أهلا بيكي. أهلا يا أستاذ وائل، مساء الخير. مساء الخير. وكيف استقبلتي الحكم بتبرئتك من محكمة جنايات القاهرة؟ حسيت أن ربنا عادل، واتأكدت يعني أنا مؤمنة أن ربنا عادل، وكنت مستنية حكم البراءة، بس كانت فرحة وفخر وحمد ربنا الحمد لله. انت كنت بتروحي جلسات المحكمه بانتظام؟ ما فيش غير جلسه واحده هي اللي اتغيبت عنها، كنت عيان. وفي جلسات المحكمه هل ادين حد من اطراف تانية في القضيه؟ بس انا مش عايزه اتكلم على اي حد لان انا مش من حقي. لا انا ما بقولش اسماء، لكن في ناس ادينت. يعني في حد خد كام سنه وحد كام سنه؟ ما انا مش عايزه اتكلم عن حد. في 3 سنين وفي 6 اشهر وكده، يعني في احكام متباينه. الصحافه ما قالتش الاحكام صح، بس انا مش من حقي برضو اقول. انا بس علشان اللي قدامي ان انا ما عنديش طبعا في 5 مننا اتبرأوا، احنا متهمين 10 وفي 5 مننا اتبرأوا تمام، وخمسه تم ادانتهم. 5 تم ادانتهم باحكام مختلفه، في كلها تتعلق بالتعاطي. لا مش كلها، لا مش كلها. يعني في حد قفز للإتجار؟ لا 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 لا، في حيازة وفي تعاطي يعني بتتراوح بين كده وكده. طيب، وكنت بتتابعي الجلسات في المحكمة، يعني تعرضت لمواجهات متعلقة بهذه القضية؟ طبعا رحت المحكمة كل الجلسات ما عدا جلسة واحدة، واتسألت وكنت مواظبه يعني، وكنت يعني مستعده اواجه وما كنتش خايفه. ادله الثبوت بس ضباط الشرطه اللي عملوا المحضر. ضابط واحد وما فيش حتى ضابط تاني. في مشاكل في قضيه كتير، في نقط ضعف كتير. وبالنسبه لموقفي انا كان موقفي كويس جدا، لان ولا ظبطوا معايا مخدرات ولا في دمي وبولي مخدرات، فكنت واثقه في العداله يعني، في عداله ربنا وفي عداله القضاء يعني. طيب، من واضح انه كمان هل القضيه نفسها اثرت عليكي سلبا؟ يعني بمعنى في تاثيرات سلبيه عليكي؟ هل تعامل معاك البعض انه خلاص في قضيه من هذا النوع يبقى نهى العمروسي ثبت انها بتتعاطى؟ شفتي تعامل معاكي في هذا الاطار؟
هو تعامل مباشر لا، ما حصلش غير مره في موقف واحد واللي عمل كده تراجع على طول يعني. لكن الحقيقه الصحافه اتعاملت معايا وحش جدا من اول القضيه لاخرها، لحتى يعني خبر البراءه، براءه نهى العمروسي من تعاطي الهيروين، مفيش كلمه هيروين في القضيه، مفيش كلمه هيروين، مفيش هيروين في القضيه. يعني حتى في حكم البراءه في تشويه يعني. يعني افتكاسات يعني، حتى لما خدتي براءتك فالخبر تم التعامل معاه كمان بما في. طيب وهنا في بعد الحكم، انت حضرت جلسه النطق بالحكم؟ ايوه طبعا، اول امبارح حضرت الجلسه يعني. أيوة. كان عندك يقين ان هيتم تبريتك ولا كان عندك مخاوف ان لا ما كانش عندي، ممكن ياخدوكي من المحكمه على لا 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 خالص. كنت عامله عيد ميلادي ليلتها يعني، انا رجعت من الجلسه وكنت عازمه اصحابي، اتفق مع اصحابي ان خارجه عن حفلة عيد ميلادك في نفس اليوم يعني ليلتها يعني. انا الجلسه كانت 10 يناير، انا عيد ميلادي 11. طيب طبعا في يعني انت مش عايزه تتكلمي عن الاصدقاء اللي هو تم ادانتهم في هذه القضيه، بس من الواضح طالما في عندي 5 من المتهمين تم ادانتهم انه البعض هيقول كان في قضيه، لكن انت لا علاقه لك بها يعني. يعني بص، انا مش هقدر اعترض على احكام القضاء، بس انا يعني بقول مشاهداتي، انا ما شفتش مخدرات، ما كانش في حد بيتعاطى. انا بقول اللي انا شفته يعني ما زلت مصره على اللي انا شفته. في ناس ما حضروش وخدوا احكام، يمكن خدوا احكام اقصى عقوبه عشان ما حضروش الجلسات. انا دي وجهه نظري، دايما المحكمه بتدي اقصى عقوبه للمتهم اللي بيستهتر بالمحكمه، ما بيحضرش الجلسات. في متهمين ما حضروا يعني، الاحكام غيابيه بالنسبه لهم يعني. في كتير احكام، ولا وكلوا محامين، ولا كان في محامين يمثلونهم. في ما هو اصل المتهم لما ما يحضرش الجلسه في الجنايات ما ينفعش المحامي يدافع عنه. ما حضروش يعني خالص. احنا 4 اللي حضرنا من 10، 6 ما حضروش. ودايما الاربعة اللي حضروا تم إدانة مين فيهم؟ 2 منهم بس مع وقف التنفيذ، مع وقف التنفيذ. هسألك السؤال، أنا طبعا يعني قلت لأن كنا عملنا معاك مواجهة تتعلق بهذه القضية، فاستكمالا لها وبعد الحكم بتبرئتك، لأن دايما الناس بتشكو لما يبقى في قضية بتهتموا بيها، لما يبقى في خبر براءة بتتعاملوا معاه بلا اهتمام يعني. ده حقيقي، وأنا بشكر حضرتك على وقفتك جنبي في الأول قبل ما يصدر في ضدي الحكم، ودلوقتي يعني دي نزاهة من حضرتك. الله يخليك ألف. سؤالي الأخير اللي سألته لك هنا، استفدتي من القضية دي؟ إيه أهم حاجة استفدتيها؟ يعني بص، أنا بني آدمة بحب أشوف كل حاجة من كل تجربة فيها السلبي والإيجابي. الإيجابي إن أنا التجربة كانت قاسية، على قد ما كانت قاسية بس أكيد عمقتني انسانيا وبالتالي عمقتني فنيا. شفت خبره عمري ما كنت هشوفها في ال 21 يوم اللي اتحبست فيهم. شفت ناس مظلومه ومش مظلومه، وشفت ناس بتتعدم. 21 يوما في السجن. 12 يوم في السجن، 9 في اسم قصر النيل. 9 في الحجز في الاسم و12 يوم في السجن في القناطر. بالظبط، والحالات الإنسانية اللي أنا قابلتها سواء في الاسم أو في السجن حفرت وعلمت جوايا، والتجربة نفسها حفرت جوايا الحمد لله. في كل الأحوال الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة. ببارك لك على تبرئتك، ألف شكر الفنانة نهى العمروسي، ألف شكر. رحلة مريض السرطان، تخيلوا يا جماعة يعني إحنا المريض السرطان بيتألم كل ثانية، وبالتالي هنا مش ممكن يتألم كمان تاني، لأن لا يجد مكانا ولا يجد اهتماما ولا يجد علاجا ولا يجد مستشفى. يعني مريض السرطان تحديدا
فيه ما يكفيه من ألام وموت بطيء، موت بطيء بيمشي في الجسد، هو عارف انه هيموت يعني. لبعض الحالات طبعا المتأخرة، وفي حالات يعني بـ 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 بتتعافى الحالات المبكرة. لكن الحالات اللي احنا بنشوفها واللي هتشوفوا حالة منها رحلة مريض السرطان في البحث عن مستشفى، يعني إذا لم نصل إلى اتفاق بأن مرضى السرطان تحديدا وكل من يعانون من أمراض بهذا الشكل تسكنهم الألام ويسكنهم الموت البطيء، يعني لا يمكن أبدا أن أنا أسيبهم لألام تانية ولا لمتاعب تانية. ده واجبنا أن احنا نشيلهم على كتافنا، وواجبنا أن احنا نستقبلهم. لكن للأسف الشديد تعالوا نشوف رحلة مريض بالسرطان، ما زال يبحث حتى الآن عن مكان له، وما زلنا معه إن شاء الله يعني سنجد له مكانا، وإلا يبقى احنا أمام حكومة حتى لا تطبق مسؤولياتها ولا تعي مسؤولياتها. واللي احنا بنقوله بقى في الدستور حق المواطن في العلاج ده كلام كلام وخلاص. مريض السرطان تحديدا موت بطيء، يسكنه الألم، فيه ما يكفيه من متاعب وألام، مش ممكن كمان يبقى عنده ألام ألام البحث عن علاج والبحث عن مكان. حاطه في السوق، لما يموت نوديه ياخدوه، لما يموت نوديه يعني، ولا مستنيين ايه؟ يسيبونا كده يعني نفضل نجري نجري بنعمل لهم اللازم، وفي نفس الوقت برضو احنا محلك سر، هنفضل امتى كده لايصين كده بيه؟ مش عارفين نروح فين، مكانش وسيلة. الوسيلة الوحيدة ان احنا حاولنا نتصل بيكم تشوفوا لنا حل. حل ايه؟ ارجوكم شوفوا لنا حل، لان احنا متبهدلين بجد بجد متبهدلين، وبعدين محتارين، لا بياكل ولا بيشرب، ولا ده عايز اتنين ولا بتاع يشيلوا الحمام. انا ست كبيره، انا اخته مش قادره، مفيش خير، وهو تعبان تعبان بقاله دلوقتي سنه وهو بيعاني، وغلبنا نجري على مستشفى. رحنا مهندس دمنهور البحير على المستشفى العام، مفيش، كل اللي عملوا له جلسات، وحالته بتسوء، صدر عليها حساسيه، مش عارفين. أرجوك حد يساعدنا، اعمل لنا حاجة بس عشان نعرف هنعمل ايه. أنا عايزين بنتفرج عليه بالمنظر ده، بنموت كل يوم جنب منه، كل دي نموت، كل دي مش عارفين نعمل ايه، محتارين. عايزين بنجيب له العلاج ونجيب لي ده ونجيب لي ده، وقاعدين لا حول ولا قوة، مش لاقيين حد ينقذنا يا ناس، اعملوا حاجة ساعدونا. أتمنى أن رئيس المعهد القومي للأمراض للأورام يجد مكانا، مش بس لهذا المريض، نجد حلا كمان، وهي قضية طبعا يجب أن تناقش بشكل أوسع. وزارة الصحة فين؟ هذه النوعية من الأمراض تحديدا تحتاج إلى أن نهتم بالمرضى فيها، لأن فيهم ما يكفيهم من ألام. يعني لو تستطيع حتى أنك تخفف عنه عناء البحث وعناء التسول، يتسولون علاجا، يتسولون مكانا، يعني ده الدور الذي يجب أن نقوم به. إنما امشي مفيش مكان، يعني كمان بيموتوا موتا بطيئا، بيتألموا آلاما لا يتحملها بشر،
ومع ذلك بنرميهم في الشارع. دولة تتخلى عن مسؤولياتها في علاج المواطنين. هطلع فاصل وبعد الفاصل، بس قبل ما اطلع فاصل عايز اعيد لكم الحوار ما بين وزير التنمية المحلية الدكتور احمد زكي بدر واهالي الضحايا في حادث سقوط العقار في مينيا القمح. لو عاوز تدلل على عجز الحكومة عن مواجهة فساد المحليات لا تحتاج الى اكثر من هذه المشاهد التلفزيونية. لو عاوز تدلل على ان الحكومة هي اللي عايزة فساد المحليات لا تحتاج الى اكثر من هذه المشاهد. تحمسنا للوزير احمد زكي بدر في هذا البرنامج واطلقنا عليه وزير القبضة الحديدية على اعتبار انها قبضة حديدية في مواجهة الفساد والفاسدين، وهو اللي هيطهر البلد من فساد المحليات بما له من صلاحيات. لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك. واضح ان القبضة الحديدية كانت في وجه الغلابة والضحايا وكانت دعما لفساد المحليات. تعالوا نشوف المشهد. يعمل حاجة طيب؟ فين اللي بيعملوا؟ من امبارح الساعة 8 بالليل، من الساعة 8 امبارح. ماشي يا عم، يشكر الوزير. يا عم اختي اللي مجهزة في البيت بتتعب من الدكتور. يعني اليوم شغال. ما علاش البيت؟ علا ولا ما علاش؟ ما اعرفش. لا ما احنا هنعرف بقى عشان نشوف. احنا نركز نشوف اللي تحت الأول بعد كده نبطل. احنا الحاجات شغالة ايه وبقية المقاطات جاية هنعمل ايه؟ محدش بيعمل حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. حسبي الله، يعني حرام كده اللي بيحصل ده؟ حرام. امبارح الساعه 8 والناس تحت ومفيش حتى، مش عايزين يسيبوا الناس تشتغل، مش عايزين يسيبوا الناس، الاهالي يطلعوا يشيلوا، حتى الواحد بيكون عنده حريقه، الناس بتلم في ساعته، الناس عايزه تساعدنا. مفيش دلوقتي صاحب البيت يقول اخلوا البيت دلوقتي. طب اخلوا البيت، الناس دي هتقعد في الشارع حضرتك ولا يروحوا فين؟ الناس كلها غلابه، السبع سكان دول سبع اسر كلهم غلابه. يروح فين نلاقي في سكن فين؟ طب نروح فين نبات في الشارع حضرتك؟ طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما احنا بنحاول اوضه وصاله نقف فيها حضرتك، مش هينفع نقف في الشارع. اذا كان في اماكن فعلا وحاجات بقى. طب احنا دلوقتي لو خلينا النهارده نروح فين بقى؟ هنقعد في الشارع حضرتك؟ لا مطرح ما انت قاعد لحد ما نشوف. انا عندي صاحبي. اذا كانت هتتنكس ولا تعمل؟ والله عندي صاحبي. طب واحد خلص الولاد بقى لحد ما نعمل نشوف اذا كانت هتترمم ولا هتنزل. واحد خلص الولاد بقى لحد ما نعمل نشوف اذا كانت هتترمم ولا هتنزل. عايز اقول لك بس ان السيد المحافظ اللي انتوا جبتوا ناس قالوا مش موجودين، السيد المحافظ بايت من امبارح بالليل موجود في الموقع لحد النهارده ما غادرش. من امبارح بالليل لحد النهارده ما غادرش مكان العمارة. طيب حضرتك ايه الخطوات اللي وزاره التنميه المحليه هتاخدها تجاه ايه؟ تجاه المواطنين، يعني الناس اللي هي قاعده في الشارع لحد دلوقتي. المعدات بتعمل ايه؟ وبعتنا لوزاره الاسكان وشركه العون العربي يبعتوا معدات كمان اماكن قريبه. انت عارف دي عايزه معدات خاصه ولازم لها اجراءات خاصه علشان ما تنفعش تشيل كده من غير يعني طريقه هندسيه، عشان لو كان في احياء ولا حاجه يعني نحاول انقاذهم. المكان زي ما انت شايف طبعا ضيق جدا كده، الشارع ضيق جدا، والعمارات اللي حواليه ال 11 دور والحاجات العاليه دي مخالفات شديده جدا. في طبعا ممكن يكون في تقصير من الناس اللي في الاحياء اللي بيتابعوا، لكن هناك تقصير اكبر ومشكله اكبر من اللي بيخالف نفسه واللي ما بيعرفش انه في مشكله كبيره وان في مصيبه الا لما تقع ويحصل اللي احنا شايفينه. معالي الوزير، العمارات المجاوره تم اخلاءها، الناس هتروح فين؟ طيب ما هي دي بقى يبقى المشكله، اللي هيبقى المشكله صعبه بقى مش حل. I'm